يبعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما. ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم، نبي رب العالمين، الصادق الهادي الأمين، الطاهر الدميث الذي للحق صار معلما، للحق صار معلما. ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم، صلى عليه وسلم. رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رؤيا أفرحته، فجمع أصحابه يقص عليهم هذه الرؤيا. رأى أنه معهم وزار البيت الحرام الكعبة، وأخذ مفاتيحها، وطافوا بالبيت وسعوا، ثم حلقوا وقصروا: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. ففرح الصحابة وكبروا أنهم سيزورون البيت الحرام طالما اشتاقوا إليه، فأذن النبي لهم أن يتجهزوا للذهاب للعمرة. فتجهز الناس واستعدوا، ولبس النبي أحسن لباسه وركب ناقته واسمها القصواء، ركبها وأمرهم ألا يأخذوا من السلاح إلا ما يأخذه الراكب. فهم لم يخرجوا لحرب أو معركة، إنما خرجوا لزيارة البيت الحرام. ولما وصل ذي الحليفة أهل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالعمرة، وأهل الصحابة معه بالعمرة، وأخذ معه الهدي وقلده وأشعره، ثم انطلقوا إلى البيت الحرام ملبين يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إنها سنوات تلو سنوات لم يروا بيت الله الحرام طالما اشتاقوا إليه وحنوا إليه. في الطريق جاءه الخبر من أحد الرجال من خزاعة أن الأحابيش يا رسول الله قد تجمعوا يريدون صدك عن المسجد الحرام. فسأل النبي أصحابه: أترون أن نميل عليهم فنصيبهم، أو أننا نتجاوزهم إلى البيت الحرام؟ فجاءه أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، الله ورسوله أعلم، لكن إنما جئنا نؤم البيت الحرام، ولا نود أن نقاتل إلا من صدنا، فإن رأيت فذاك رأينا. فنزل النبي عند رأيهم وأمرهم شورى بينهم، وانطلقوا كل منهم يلبس ثياب الإحرام محرم لله جل وعلا، ملبين مهللين يتوجهون إلى البيت الحرام. لكنه في الطريق من كان ينتظرهم؟ خالد بن الوليد بمئتي فارس يريد أن يقطع عليهم الطريق، وكان يتحين فرصة لما يصلون فيها، كان ينتظر خالد أن يصلي الصحابة فيغير عليهم وقت الصلاة. لكن أنزل الله آية صلاة الخوف، فلم يدع الصحابة سلاحهم حتى وهم يصلون، وكان بعضهم قائما وبعضهم ساجدا، فلم يستطع خالد أن يفعل شيئا، ورجع إلى مكة يحذرهم.
توجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أصحابه المحرمين قاصدين بيت الله الحرام، يريدون العمرة لا يبغون القتال، وخالد بن الوليد يرقبهم. رآهم يسلكون طريقا غير الطريق الرئيسي، غير الطريق المعتاد، فخاف أن في الأمر شيء، فأسرع إلى قريش ينذرهم بأن محمدا قد سلك طريقا غير الطريق المعتاد. وفي طريقه عليه الصلاة والسلام بركت ناقته ولم تتحرك، واسمها القصواء. فقال الصحابة: خلأت القصواء؟ قال: لا والله ما خلأت، وليس لها بخلق، لكن حبسها حابس الفيل في مثل هذا المكان، حبس الفيل الذي جاء به أبرهة. ثم زجرها النبي فتحركت حتى وصلوا منطقة تسمى الحديبية، فعسكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أصحابه المحرمين ومعه البدر والهدي يريدون التضحية بها لله جل وعلا. عسكر في الحديبية فأصاب النبي وأصحابه العطش ولم يجدوا ماء، فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشتكون أننا عطشنا سنهلك من العطش وليس في الناس ماء بقي. فقال: هل بقي لكم شيء من ماء؟ فجاءوا له بآخر قربة فيها ماء، وضعوها في إناء، هذا آخر ماء بقي لهم. فوضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديبية وضع يديه الشريفتين في الماء، فلما وضعهما في الماء أخذ الماء ينبوع، وأخذ الناس يملؤون قربهم وأوانيهم، فشرب الناس وشربت الدواب ورووا جميعا، وفاض الماء بعد هذا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هنا بدأت الرسل تتوسط بين الفريقين. جاء رجل من خزاعة، وكانت خزاعة لها علاقة حسنة برسول الله وأصحابه، يسمى بديل بن ورقاء، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: يا محمد، تعلم أن قريش يريدون قتالك وصدك عن البيت، يريد إقناعه أن يرجع. فقال رسول الله، قال: يا بديل، تعلم أننا ما جئنا نقاتل، بل جئنا معتمرين، انظر للناس، انظر للبدن، نحن جئنا معتمرين وما جئنا للقتال، وأن قريشا أنهكتهم الحرب، يعني يعرفون من يقاتلون، فإن شاءوا خلوا بيننا وبين الناس، وإن شاءوا دخلوا فيما دخل فيه الناس، فإن أبوا إلا القتال فوالذي نفسي بيده لو قاتلنهم حتى تنفرد سالفتي، حتى تنقطع رقبتي، أو لينفذن الله أمره. فرجع بديل إلى قريش يخبرهم بأمر رسول الله، فأرسلوا قريش رجلا آخر يتوسط بينهم وبين رسول الله، ثم أرسلوا رجلا ثالث الحليس ومكرز، حتى لم يستطيعوا إقناع النبي، فأرسلوا رجلا اسمه عروة ابن مسعود الثقفي. لما جاء عروة أخذ ينظر في الصحابة محرمين، ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء يقنع النبي بالتراجع، قال: يا محمد، إنك إن قتلت قريشا وحصدتهم، هل سمعت أحدا من العرب حصد أهله؟ هذا الأهلك. قال: وإن كانت الأخرى فإني لا أرى وجوها، إنما أرى أوباشا، حري أن يفروا ويدعوك، يعني هذين ما راح يقتلون، هذا اللي يهربون ويتركونك. فغضب عليه من أبو بكر وتكلم عليه بكلام شديد، ثم قال: أنحن نفر عنه؟ حنا نفر عن رسول الله؟ أنسيتم بدر؟ ألا تذكرون أحد ماذا فعلنا؟ هل تنسيتم الخندق وثبات الصحابة؟ أنحن نفر عنه؟ وكان عروة كلما أراد أن يكلم الرسول مسك لحيته، وكان في واحد من الصحابة عند الرسول اسمه المغيرة بن شعبة يضرب النبي بمؤخرة، يضرب الرجل بمؤخرة السيف، يضرب الرجل حتى لا يصيب لحية رسول الله، يضربه، وكلما أراد أن يمس لحيته يضربه، وكلما أراد أن يمس لحيته يضربه. قال: من الرجل؟ قال: إنه المغيرة ابن شعبة، المغيرة ابن أخي عروة ابن مسعود. فرجع عروة إلى قريش فقال: يا معشر قريش، لقد دخلت على الملوك قيصر وكسرى والنجاشي، ما رأيت ملكا يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا، إنهم يتقاتلون على وضوئه، إذا تكلم
نفذوا أمره، وإذا سمعوا صوته خفضوا أصواتهم. ما رأيت أحدا يعظم ملكه وسيده كما يعظم أصحاب محمد محمدا. ثم عرض عروة على قريش الصبح. لما علم شباب قريش الطائشون أن قريشا ستصالح النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه لم يرضوا بهذا، أخذهم حماسهم الطائش، فجمعوا فرقة من 70 أو 80 رجلا من شباب قريش من المشركين، وتسللوا من وراء مكة ليقاتلوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فاستقبلهم من محمد ابن مسلمة رضي الله عنه، وكان قائدا لفرقة تحرس النبي وأصحابه. فلما رأى أولئك الشباب أسرهم جميعا وجاء بهم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأنزل الله: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. أي أن الله عز وجل صرف كل طرف عن الآخر. هكذا كان الوضع متوترا، النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أصحابه في مكان، وقريش تنتظر ماذا سيفعل محمد وأصحابه. في هذه اللحظات قرر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يرسل رسولا من عنده إلى قريش. يختار من؟ فإذا به يختار عثمان بن عفان، لأن له عشيرة في مكة تحميه. فخرج عثمان ودخل إلى مكة، فاستقبله كفار قريش، قالوا: ماذا تريد يا عثمان؟ ما الذي أدخلك عندنا؟ قال: أنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، جئت أعرض عليكم صلحا. فجاء عثمان فأجاره أحد المشركين وأركبه الفرس وأدخله إلى مكة. قال: إن شئت يا عثمان أن تطوف بالبيت فافعل. قال: لا والله، لا أطوف قبل رسول الله، إما أن يطوف أو لا نطوف جميعا. وجلس عندهم عثمان يفاوضونه. الآن هذا أول سفير في هذه الأيام يخرج من الرسول إلى كفار قريش. جلس عندهم عثمان والصحابة ينتظرون، ما رجع، طالت المدة ما رجع، لأن المحادثات كانت طويلة، حتى أشيع بين الناس أن عثمان قتل، وانتشر الخبر بين المسلمين ولم يكن قتل. فإذا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: والله لا نبرح هذا المكان حتى نناجزهم. قتلوا رسولنا؟ جاءت منهم رسل ما مسسناها بسوء فيقتلون رسولنا؟ وكانت إشاعة قد انتشرت بين الناس. فإذا بالنبي يأمر الصحابة بالبيعة، البيعة على القتال. وكان عندهم شجرة في ذلك المكان تسمى، سميت بعد هذا شجرة الرضوان، وكان النبي تحتها. فجاء الصحابة يبايعون رسول الله واحدا 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 تلو الآخر، يبايعون الرسول على الموت دونه، لأن عثمان قتل كما أشيع. فبايع الصحابة جميعا على الموت، فأنزل الرب عز وجل: لقد رضي الله، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. بل حتى عثمان قال: يا رسول الله. وعثمان وضع النبي يده بيد نفسه وقال هذه عن عثمان، بل إن بعض الصحابة كسلمة بايع النبي 3 مرات على الموت، كل منهم يريد الموت في سبيل الله يجل هذا الدين. ولهذا أنزل الله رضاه عن هذه الثلة المؤمنة.
لكن بعد البيعة ها هو عثمان يقبل إليهم. جاءهم عثمان ففرح الصحابة رضي الله عنهم أن عثمان لم يقتل. جاء عثمان بن عفان وأخبرهم بكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما طلبه منه أن يناقش فيه قريش وكيف ردت عليه قريش. انتظر الصحابة. قريش الآن تريد الصلح، قريش لا تريد القتال، قريش لا زالت خائفة من رسول الله ومن أصحابه، لا زالت تذكر بدرا وأحدا وبدرا الثانية والخندق، فلهذا هي لا تريد قتالا. أرسلت رجلا يفاوض الآن، خلاص الآن بدأت المفاوضات، الآن يريدون الصلح. من أرسلوا؟ أرسلوا سهيل ابن عمر. فلما رأى النبي سهيلا من بعيد قال هذا سهيل سهل لكم أمركم، ماذا عندك يا سهيل؟ قال جئت أعرض لكم الصلح، ما هو الصلح الذي تطلبون؟ قال لهم أن ترجعوا عامكم هذا، هذه السنة لا تعتمرون لا تدخلون إلى الحرم، أن ترجعوا عامكم هذا فتأتوا في العام المقبل، لا تحملون من السلاح إلا ما يحمل سلاح الراكب. ثانيا من شاء أن يدخل في حلفكم دخل، ومن شاء أن يدخل في حلف قريش دخل. ثلاثة أن تضع الحرب بيننا وبينكم 10 سنين. أربعة، هذه الثلاث معقولة. أما الرابعة من خرج من قريش هاربا بغير إذن وليه إلى محمد رد إلى قريش، ومن خرج من محمد إلى قريش فإنه لا يرد. هذا البند فيه ظلم للمسلمين، مع هذا قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه أراد الصلح، أراد هداية الناس، أراد دعوة الناس. قال اكتب كتابا، فجاء النبي بعلي بن أبي طالب ليكتب الكتاب، فكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال أما الرحمن يقول سهيل فإنا لا نعرفه، فاكتب باسمك اللهم. قال النبي لعلي اكتب باسمك اللهم، هذا ما صالح عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكتبها علي. فقال سهيل لو علمنا أنك رسول الله ما قتلناك وما صددناك عن البيت، بل اكتب محمد بن عبد الله. قال علي والله لا أمحوها. فقال النبي لعلي أشر لي بها، فأشار علي إلى كلمة رسول الله فمحاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. انظروا للتواضع. وهم يكتبون الكتاب جاء رجل هارب من قريش أسلم، اسمه أبو جندل، ابن من؟ ابن سهيل نفسه الذي يعقد الصلح، جاء هاربا في قيده فوصل إلى المسلمين ورمى نفسه على المسلمين، فقال يا معاشر المسلمين أتدعوني أرد إلى قريش يفتنوني عن ديني؟ فلما رآه أبوه سهيل قال هذا أول ما أقاضيك عليه. قال الرسول لي سهيل لم نقض الكتاب بعد. قال إما أن ترد علي هذا يعني ابنه، وإلا لا صلح بيننا وبينكم. فحاول النبي به أن يقنعه فلم يرضى، فإذا بأبي جندل يقول يا معاشر المسلمين كيف ترضوا أن أرد إلى المشركين؟ والنبي يقول له اصبر يا أبا جندل اصبر، فإن الله جاعل لك وللمستضعفين فرجا. وعمر يمشي عنده ووضع السيف، نصل السيف عنده حتى ربما يأخذ السيف منه، وعمر يقول له إنما هم مشركون وإنما نحن مؤمنون وسننتصر. وتم الصلح ورجع سهيل وأخذ ابنه معه، فقال النبي للصحابة احلقوا رؤوسكم واذبحوا هديكم لا عمرة هذه السنة. تضايق الصحابة، علاهم الهم والغم، ولم يحلق رأسه أحد من الناس رجاء أن يأتي وحي أو يأتي فرج من عند الله جل وعلا. قال احلقوا، لم يحلق أحد. تضايق النبي لما لم يحلقوا رؤوسهم، قالت أم سلمة احلق رأسك أنت يا رسول الله فاحلقوا رؤوسهم. فلما حلق النبي رأسه حلق الصحابة كلهم رؤوسهم وأحلوا من إحرامهم ولم يزوروا البيت ذلك العام. Oh,
بعد أن حلق الصحابة رؤوسهم وعادوا قافلين إلى المدينة، نزل عليهم هم وغم. هم كيف أنهم لم يطوفوا بالبيت كما وعدوا، والهم الآخر هذا الصلح الذي ظنوه في بادئ الأمر ذلا لهم. فإذا بعمر بن الخطاب يأتي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيقول له: يا رسول الله، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: بلى يا عمر. قال: ألست أنت رسول الله؟ قال: بلى يا عمر. يقرر عمر هذه الأمور، ثم قال: يا رسول الله، أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلى يا عمر. قال: فلما نرضى بالدنية من ديننا؟ ليش نرضى بالذل يا رسول الله؟ وعمر كان عزيز نفس، كان يريد قتالهم وكان يريد الدخول إلى مكة ولو عنوة. قال: فلما نرضى بالدنية من ديننا؟ فرد النبي على عمر وقال: يا عمر، أنا رسول الله ولست عاصيه، وإن الله ناصري، وإن الله ناصري. فقال عمر: ألم تعدنا يا رسول الله أن نأتي البيت نطوف به؟ قال: أفأخبرتك أنك آتيه العام، يعني هذه السنة؟ قال: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به يا عمر، يعني راح تأتي إلى البيت وتطوف بالبيت وتعتمر، لكن لم أعدكم هذه السنة. ثم ذهب عمر إلى أبي بكر يسأله نفس الأسئلة، وأبو بكر يجيب عمر بنفس إجابات الرسول له. ثم لما انتهى قال أبو بكر لعمر: يا عمر، إلزم غرز رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي كن كما كان رسول الله، ما قال افعل وما أمر ائتمر به ولا تجادل في هذا. عمر يقول: لازلت أندم على أسئلتي هذه لرسول الله طوال عمري، ولازلت أعمل من الأعمال الصالحة رجاء أن يكفر الله عني تلك الأسئلة. فلما رجع النبي والصحابة إلى المدينة أنزل الرب عز وجل: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، أي هذه المعاهدة التي في ظاهرها ذل للمسلمين هذا هو فتح مبين للمؤمنين. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لما نزلت هذه الآيات فرح المسلمون ومنهم عمر، واطمأنت قلوبهم أن الحديبية ستكون نصرا للمؤمنين. أول من جاء النساء مهاجرات من مكة إلى المدينة، والبند يقول: من جاء من مكة إلى رسول الله رده الرسول عليهم. لكن لما جاء النساء قال النبي: لا، هؤلاء نسوة. ونص البند في عهد وصلح الحديبية ينص على الرجال لا ينص على النساء، فاستقبلهم رسول الله وأمره الرب عز وجل ألا يرجعوهن إلى الكفار. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. لا ترجعوا النساء إلى الكفار، بل أبقوهن عندكم. وهكذا فعل النبي. جاء رجل يهرب من مكة، أسلم، اسمه أبو بصير، إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما وصل واحتمى برسول الله تبعه اثنان من المشركين. ولما وصل إلى المدينة قال: يا رسول الله، يا محمد، نطالبك بهذا. من؟ أبو بصير. فسلمه النبي لهما. يا الله، أبو بصير يسلم الآن لرجلين مشركين، هذا عهد، والنبي لا يخلف عهده أبدا. فسلمه لهما. وفي الطريق وهما عائدان به إلى مكة
استغل الفرصة فأخذ السيف وقتل واحدا منهما، وهرب الآخر ورجع إلى المدينة. فلما رآه النبي قال: رأى هذا ذعرا. فلما وصل قال: يا محمد، صاحبك قتل صاحبي ويريد قتلي، إني لمقتول. وبعد فترة يسيرة وصل أبو بصير، فلما رآه النبي قال: ويل أمه، مسعر حرب لو كان معه أحد. فخرج أبو بصير حتى لا يحرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، خرج من المدينة وذهب إلى مكان بين مكة والمدينة، فتبعه أبو جندل ابن سهيل. وكلما أسلم واحد من المؤمنين ما جاء للمدينة، لكن لحق بأبي بصير وكونوا مجموعة قطعت الطريق على أهل مكة. فجاء وفد من قريش إلى رسول الله يرجونه أن يلغي هذا البند في صلح الحديبية، أنه من جاء منا إليك مؤمنا بك فدعه عندك، لا نريدك أن ترجعه إيانا. قريش بنفسها تريد أن تبطل هذا البند، وهنا بداية النصر. لما أمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكر قريش، وبعد صلح الحديبية بعد أن ضمن هذه الجبهة، بدأ النبي بمراسلة الملوك في الجزيرة وفي خارجها، فكل الدول العظمى وجه النبي إليهم خطابا يدعوهم فيه إلى الإسلام. قبل هذا قال له أصحابه: يا رسول الله، إن هؤلاء الملوك لا يقبلون كتابا إلا ما كان فيه ختم. فإذا بالنبي يصنع له ختم فيه ثلاث كلمات: محمد رسول الله، لكنها رتبت فوق بعضها: محمد رسول الله. فكان في كل رسالة يكتبها كان يختم بختمه صلى الله عليه وآله وسلم. وبدأ بإرسال الكتب، وأرسل في من أرسل له النجاشي الذي استقبل المؤمنين في الحبشة، فكتب النبي له كتابة وأرسلها مع عمرو بن أمية الضمري. كتب فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى النجاشي عظيم الحبشة، وكان اسمه أصحمة، أرسل له هذا الكتاب وأعطاه قدره ومنزلته. إلى النجاشي عظيم الحبشة، أسلم تسلم، وإلا فإنما عليك إثم النصارى من قومك. وقال قبلها: السلام على من اتبع الهدى. ثم قال: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ما أعظمها من رسالة، ما أعظمه من كتاب. تعالوا إلى أمر نتفق فيه وإياكم، أن نوحد الله ولا نشرك به شيئا. لما قرأ النجاشي الرسالة دمعت عيناه، ثم أرسل إلى رسول الله رسالة بأنه يؤمن بالله ربا ويوحده ويشهد أن محمدا رسول الله، وأنه ما جئت به يا محمد لم يزد على ما جاء به عيسى بن مريم، فكلاهما يخرج من مشكاه واحدة، وأنه أكرم ابن عمه جعفر وأصحابه. فأرسل النبي إليه رسالة يدعوه فيها إلى أن يرجع أصحابه، فأرسلهم النجاشي في سفينتين وأكرمهم وأعطاهم من الخير الكثير، فكان خير رجل آمن بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أرسل النبي رسالة إلى المقوقس عظيم القبط: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى المقوقس عظيم القبط، السلام على من اتبع الهدى، أسلم تسلم،
وإلا يصبك إثم النصارى من قومك القبط. ثم قرأ عليه الآية: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. فلما قرأ الكتاب وكان مع دحية الكلبي قرأ المقوقس، فإذا به يقول: والله إنه لا يدعو إلا إلى أمر مرغوب ولا ينهى إلا عن أمر مزهود فيه. قرأت كلامه ليس بكلام ساحر وليس بكلام كاهن، مع أنه لم يسلم، إلا أنه أكرم رسول الله وأرسل معه جاريتين ماريا وسيرين، وأهداه بغلة، فتسر النبي بماريا وأنجبت له ابنه إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أكرم الرسول وأعطاه من الهدايا، والله أعلم بإيمانه هل دخل في الإسلام أو لم يدخل. وأرسل النبي إلى كسرى عظيم فارس رسالة مع عبد الله بن حذافة السهمي، فلما قرأ الرسالة غضب ومزق الرسالة وألقاها على الأرض وقال: عبد من رعيتي يقدم اسمه على اسمي. ماذا قال؟ أو يجرؤ كسرى على هذا الكلام؟ ثم أرسل رسولا إلى عامله على اليمن اسمه باذان، قال: أرسل رجلين إلى محمد فليأتني به الآن. فلما جاء النبي الرجلان وعلم النبي بالخبر قال: أما كسرى فمزق الله ملكه، مثل مزق الرسالة دعا النبي عليه. وفعلا لما جاءه الرجلان يقولان: إن كسرى أمرنا أن نأتيك به. تأتيان بمن؟ بالذي يحميه الرب عز وجل. فقال النبي لهما: ائتيان غدا، تعالى غدا، لم يعنف عليهما. فلما جاءه في الغد قال: أتعلمان ماذا حصل لكسرى؟ قالوا: لا. قال: مزق الله ملكه، قتله ابنه. وفعلا وإذا بكسرى يقتل على يد ابنه ويدمر الله ملكه. كيف رد على رسول الله هذا الرد؟ أما قيصر أرسل النبي إليه رسالة فإذا به يسأل: هل في الشام أحد من قومه؟ قالوا: أبو سفيان. فنادى أبا سفيان فجاء به وأخذ يسأله أسئلة، ولم يكذب أبو سفيان، قال: لولا أن يؤثر قومي علي كذبا لكذبت، الكذب عندهم عيب. قال: سأله أسئلة، منها قال: هل هو فيكم ذو نسب؟ قال: نعم هو منا ذو نسب. قال: أكان أحد من آبائه ملك؟ قال: لا. قال: هل جربتم عليه كذبا؟ قال: لا. قال: أتباعه ضعفاء أم شرفاء؟ قال: ضعفاء. قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قال: يزيدون. قال: يرتد منهم أحد سخطة عن دينه؟ قال: لا. أخذ يسأله أسئلة، هذه الأسئلة قال قيصر لأبي سفيان: كذلك الأنبياء تبعث في نسب من قومها وأتباعها الضعفاء، ولا يرتد منهم أحد سخطة عن دينه، كذلك الإيمان إذا دخل في القلوب. أخذ يجيبه على الأسئلة حتى قال في نهاية الأمر قيصر يقول: إن كان حقا ما تقول فسيملك موضع قدمي هاتين، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه. فارتفع لغط الناس وارتفع صياحهم، فخرج أبو سفيان وهو يقول: لقد أمر أمر ابن أبي كبش، يعني عظم أمره. هكذا بدأ النبي بمكاتبة الملوك إلى ملك البحرين وعمان وغيرهم من الدول ليقيم عليهم حجة الله البالغة.